الأمير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرأة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز، مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وأنا آخر من يعلم؟ إذن أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما أمرتش حد بالانصراف. طول عمرك أرعن وأهون وفاتح صدرك، اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسمع واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد، وهيبقى بعلي وسندي، وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل، أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. وانت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قولي، لو قابلت حد من أعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الأسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني أنا عندي عيال، تعمل إيه؟ قال له الرحمة حلوة قوي يا سيدي. حلوة؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل اللي بعده. أنا روحي. قول لي. ايوه، لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، ايوه هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه، مصطلح جديد. حلو. طب تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كله في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما انت شفتنا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه، لو بعرف اشتم كمان واتوف كمان. امال ايه؟ طلع اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك، ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. وانا نجحت؟ نجحت. طب انا حلقه تحت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده حلوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكم. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. أولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الأمير السلطان.
تقدم أيها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاك الأمير السلطان. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيديك. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيدي أنا؟ ليه؟ هقتله ولا إيه؟ قلبك شغوف للقتل. أيوه. القلب قلب أسد. والصدر صدر فهد. منين؟ والعين عين صق. منين؟ وهذا يعجبني. لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه فارس الششوار ده؟ انت عايزة ايه بسرعة؟ لان انا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت لو نضرب بعدين عرف كده واي مغرف سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. طيب سيبني. عليك به. الحاضر. خلاص خلاص. مولاة السلطانة شجرة الرز، الأمير عمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاة السلطانة شجرة الرز، مولاة الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدم الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي، انا هاخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذن مولاتي. بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه. قلت في عقلي بدل لا، اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا. اقول لها ازاي؟ عيب.
احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش الليمبي ولا ايه؟ اسمع عن الليمبي، انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب، بلاش ما تنزل العدادين، اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف الليمبي مصنع الرجاله. تحت امرك رقبه ناس بتتدبح تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاب. امال ايه؟ باين عليك زكي. الله يخليك، احسنت بتخزوني. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينب، الأميرة زينب اللي بعتها بسوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينب؟ انت فين يا زينب؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك السرة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاة السلطانة شجرة الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. ياه، عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيوني المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. هي زعمور حبيبي. خلاص يا لمبي. بس يا لمبي تعويض من هنا يا لمبي. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. لا، ولد الوحيد هو ده كله. وحشني يا ابويا. ابويا ما تخافش، ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. لا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين. زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ليه ده لما تقيل لي يا لمبي؟ نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا. ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا بقى ما ولاية. واحدة بقى، واحدة بقى. نعم حبيبي، بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه، اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاك بعدين دخلتك دي. شوف انت، بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات
ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقه نات. انت داخل على مزلقه نات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه؟ حبيبي 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 أبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جماعه. هتورينا كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. حصان بص حتين لفوق 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 لفوق. امم يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا براحتك. ابويا 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 الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابويا ابوك ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا بطني بتاعي يا بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلط قوي يا ابويا. بس ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعك. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان. الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوي بحاجة تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. كان الحصان في بطنه ابويا مش دول. مش دول هو كان الحصان. والله هو دول مصحف. انا هجيب من حصانة تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما دوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر من كده يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. يلا ينعل ابو الغلاسة اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي انا ساعة الباشا انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع اصلاقة حبتين. دخلة تانية انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. ادم مدواي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم. بلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناسرة الاحجام. فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعته وشاشة تعرف تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدري تقولي رضعة من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الامير امر الدين ومشي عمله تدلعه يمين وشمال وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع المسكت. مولاتي السلطانه شجره الرز لقد قتل الامير امر الدين خشاف يا مولاتي. الامير امر الدين خشاف ايه؟
الأمير قمر الدين خشاف يا مولاي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمرايه واحدة. كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل. والنبي قشطة. انت عارفه انت جايب اخر الحريم. خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك خربوش. عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة غدا الفرح والأفراح. غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين. كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي واللي بيروح بيجي غيره. ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين. بيقول لك بكره الفرح يعني فته وهوبر واللازم منه في بعد كده خير. والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بنج وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هوا هوا. Thank you.
دولار قشطه. ده انت بقشطه. بقول لك ايه، ابغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات. اكون عارف قشطه يا دول، قشطه يا شجره.